the number of teeth divided time. وخدنا كمان ان sound of woman بنقول عليه high pitch والsound of man بنقول عليه low pitch. يبقى الأحبال الصوتية كل ما كانت قصيرة أو الجزء اللي عندنا أو الوتر المشدود كل ما كان قصير كل ما كانت الترددات كبيرة. وكل الأحبال الصوتية عندنا ما كانت طويلة أو الأوتار بتاعت الآلة طويلة كل ما كانت الأصوات خشنة. في الجزء بتاع النهاردة هناخد حاجة اسمها الساوند كواليتي أو الساوند اندنستي اللي هي شدة الصوت. شدة الصوت it is the property by which ear distinguish or differentiate between strong or weak. يعني احنا بنركز هنا على كلمة strong أو weak. يعني الخاصية اللي ودانك تقدر تميز بها الأصوات من حيث كونها قوية أو ضعيفة. في بعض الأحيان بنقول للشخص مثلا وطي صوتك شوية. أحيانا أخرى بنقول للشخص مثلا raise your voice أو reduce your voice. طبعا ده بيعتمد على الـ amount of energy fall on the unit area أو fall on my ear يعني كمية الطاقة اللي وقع على وداني. وكلنا دايما بندور على الأماكن اللي هي بتكون away from noise بعيدة عن الـ إيه عن الضوضاء. وحدة قياس الساوند اندنستي بتكون واط على المتر مربع. الواط ده كمية الطاقة ومتر سكوير دي الأريا. يبقى لما يجي في الامتحان يقول لي measuring unit of sound intensity بقول له الوات divided متر سكوير. في عندنا بقى أصوات يبقى there are many type of sound. Sound describe as strong and another describe as weak. يعني أصوات بتوصف على أن هي قوية وأصوات بتوصف على أن هي ضعيفة. Shouting صراخ صراخ الأطفال أو صراخ الأشخاص describe as strong sound. الويسبرينج اللي هو الهمس describe as weak sound. زي بالضبط صوت الرفل أو صوت البندقية بنقول describe as strong sound أو بنقول عليه صوت قوي بندقية أو المدفع. وعندنا مثلا أصوات الطبلة ممكن توصف على أن هي أصوات أو الدرام على أن هي أصوات قوية. يبقى الويسبرينج less intensity from shouting يعني الهمس بيكون أقل شدة من الصراخ. الانتنسيتي اوف ساوند بقى بتقاس ازاي؟ عشان لو جالنا complete بتقاس بالquantity of sound energy falling perpendicular on unit area in one second. يعني مثلا انت قاعدة في مكان في أصوات كتيرة 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 فده ممكن يؤدي إلى فقد التركيز أو بنقول عليه كمية الطاقة عالية. يبقى الـ quantity of sound fall perpendicular in unit area at this point في هذه النقطة. العلماء طبعا نتيجة due to the difference in the sound intensity أو sensitivity of sound intensity we put the measurement called decibel scale. يعني نتيجة للاختلاف في حساسية الأذن للأصوات في أذن بتحس بأقل صوت وفي أذن بتتحمل أصوات شوية. عالم اسمه ديسيبل عمل مقياس اسمه مقياس ديسيبل. يبقى لو جالنا مثلا سؤال في الامتحان give reason the scientists agree to do the decibel scale. يبقى هنا two different or due to the difference of sensitivity of sound from one person to another. يبقى نقول due to the wide range of sound نتيجة للمدى الواسع لشدة الصوت between human and variance in sensitivity to sound intensity from person to another. يبقى نتيجة للاختلاف في حساسية الأصوات أو شدة الأصوات من شخص لآخر عملنا مقياس يقيس شدة الصوت أو شدة الضوضاء. يبقى فايدة decibel scale determine the sound intensity أو determine the noise intensity. في بقى عندنا مثلا المقياس ده لو أنا قاعد في مكان هادي quiet sound like whispering
I considered the sound 1 times 10 the power minus 12 والنويز انتنسيتي ديسكرايب از 0. احنا قلنا الساوند انتنسيتي ميجرد باي وات متر سكوير والنويز ديسكرايب او ميجرد باي ديسيبل. طب اللاود ساوند لايك ساوند اوف موتور بايك دراجة البخارية هي اصوات عالية بتوصف شدة صوت 10 باور ماينس 6 وهنا الضوضاء 60. طبعا العلماء بيقولوا ان الانسان لا يتحمل اكتر من 70 ديسيبل، عشان كده بعض الاشخاص في اختيارهم للمسكن بيدور على البليس اواي فروم نويز اللي بيكون بعيد عن الضوضاء، ان كثرة الضوضاء بتؤدي الى لوزنج اوف كونسنتريشن، بتؤدي الى هيديك، بتؤدي الى البلاد بريشر، ارتفاع ضغط الدم، يعني بتؤثر على الانسان. Definite sound like that jet air. عندنا بقى الأصوات اللي ممكن تكون عالية جدا وتسبب الصمم دي لو اتعرضت لها فترة مثلا عدة دقائق ممكن تؤدي إلى الطرش أو عدم القدرة على السمع، اللي هي دي 150 ديسيبل. وعندنا شدة الأصوات بتكون 10 أو 1 times 10 the power 3. يبقى مرة تانية الساوند عندنا بتوصف على ان هي يا اصوات واطيه يا منخفضه يا اصوات عاليه يا اصوات عاليه جدا. يبقى فايده بقى مره تانيه ايه هي فايده ديسيبل سكال؟ هنقول determine the sound intensity or determine the noise intensity due to the variance of sensitivity to sound intensity from person to another. يبقى نتيجه الاختلاف في حساسيه الصوت من شخص لاخر. ايه الفاكتور افكتنج اون ساوند انتنسيتي؟ ايه العوامل اللي تخلي شده الصوت عاليه وشده الصوت منخفضه؟ يعني فور اكزامبل مثلا لو انا شقتي على طريق وانا اخترت الاوضه اللي جوه الشقه اللي من بعيد عن الطريق، هتلاقي شده الصوت هتكون منخفضه. طب لو خدنا مثلا الروم نير تو ذا ستريت او نير تو ذا رود، هنلاقي في الحالة دي إن الساوند انتنسيتي هتكون عالية. يبقى أول عامل عندنا هو المسافة، المسافة بين الأذن ومصدر الصوت. في عامل تاني اللي هو الاميلتيتيود أو بيطلق عليه سعة الاهتزازة، the area of vibrating surface مساحة سطح الجسم المهتز، number 4 the medium density كثافة مادة الوسط، number 5 the wind direction أو اتجاه الرياح. ناخد بقى الكلام كله هيكون تناسب طردي ما عدا يبقى الدينستي هي الوحيدة اللي هتكون inverse relation، ولكن all factor هتكون direct relation. طب العامل الأولاني هو المسافة بين الأذن ومصدر الصوت. By increasing the distance from the sound source and the ear the sound intensity decreases، يعني كلما ابتعدنا عن مصدر الصوت كل شدة الصوت ما قلت. بديهيا كمان كل ما قربنا من مصدر الصوت كل شدة الصوت ما زادت. يبقى ده بنقول التناسب، بنقول عليه inverse أو reciprocal يعني تناسب عكسي. ايه هو بقى القانون التربيع العكسي؟ بنقول بقى في الحالة دي ان شدة الصوت يبقى inversely او inverse proportional to the square of distance، يعني كل ما ابتعدنا عن مصدر الصوت كل شدة الصوت ما قلت. The intensity of sound in point is inverse proportional to the square of distance، يعني الـ I يعني المظلات شدة الصوت بتتناسب عكسيا مع 1 over d، يعني بتتناسب مع مربع المسافة. بمعنى آخر إن أنا كل ما بعدت عن مصدر الصوت شدة الصوت قلت. طب دلوقتي السؤال، لو أنا المسافة عندي زادت للضعف يبقى الشدة هتقل قد إيه؟ دايما لما يجي يقول لي مثلا مسافة زادت للضعف أو زادت لثلاث أمثالها أو زادت لأربع أمثالها أو قلت بشيل الـ دي وأحط قيمتها. يبقى هنا مثلا الـ I increases to double
يبقى هشيل في الحالة دي بقى الاي دي واحط كوميت، يبقى الاي هتتناسب مع واحد او 1 over 2 the power 2. 2 the power 2 ده معناته ان الاي هتتناسب مع 1 over 4، يعني لو المسافة زادت للضعف الشدة هتقل للربع، يبقى 1 over 4. يعني فور اكزامبل لو انا عندي مثلا شدة الصوت على وداني 10 واط على المتر مربع، وانا بيني وبين مصدر الصوت متر، لو زادت المسافة بقت مترين الشدة في الحالة دي هتكون 2.5، يعني هتقل للربع. يبقى قانون التربيع العكسي مرة تانية، شدة الصوت sound intensity at any point او at point inverse relation to the square of distance between this point and the sound source. طب انا دلوقتي لو سألتك، لو قلت لك المسافة زادت 3 مرات يعني بقت 3 امثالها، الشدة هتقل قد ايه؟ معايا ريم؟ ايوه. طيب احنا قلنا دلوقتي لما نزيد نشيل الدي ونحط القيمة اللي مدهاني، قال لي الضعف هشيل الدي واحط 2. طب لما تزيد 3 مرات بقى، يبقى هنشيل الدي ونحط 3، يبقى 3 ذا باور 2 هتبقى كام؟ هتبقى 9. هتبقى 9، يبقى في الحالة دي الشدة هتقل للتسع أو 1 over 9. طب لو إحنا بقى قال لي سؤال تاني، لو المسافة قلت للنص، يعني أنا بعد ما كنت واقف متر بقيت واقف نص متر، يبقى هنا هتتناسب مع واحد على، هنعملها بالعلامات كده، 1 over 2 the power 2. يبقى هنا إيه في الحالة دي؟ هتزيد الشدة لأربع مرات، يبقى هنا the power 2. يبقى الآي هتتناسب مع 1 على 1 over 4، هنجيب المعكوس الضربي، يعني هتتناسب مع أربع مرات، يعني معنى كده إن لما أقلل المسافة الشدة تزيد أربع مرات. يبقى لو زادت المسافة الشدة تقل للربع، لو قلت المسافة للضعف الشدة هتزيد أربع مرات. انا ما بتعبش نفسي، بحط القانون قدامي واشيل الرقم اللي مدهوني عشان اعرف هي هتقل قد ايه. يبقى لو جانا سؤال كومبليت مثلا، if the distance between source of sound and ear increased to 3 times، زادت 3 مرات، the intensity decreased to 1 decreased to 1 over 9، يبقى هنا الاي بتتناسب مع 1 على دي سكوير او 2 او دي ذا باور 2. ايه اللي هيحصل لو الـ distance between sound source and ear increased twice؟ لما المسافة بين الـ sound source and ear increased twice، يعني زادت للضعف، مدهاني اهو، قال الـ intensity decreased to quarter. وأنا ثبتها لك بالقانون إن الـ I بتتناسب مع 1 على 1 over 2 the power 2. 2 the power 2 يبقى equal 4. يبقى الاي هتتناسب مع الربع. The distance between sound source and ear decreased to half، قلت بقى هنا للنص، يبقى الانتنسيتي اوف ساوند انكريز 4 تايم، يبقى علاقه عكسيه على طول غير مطبق القانون، مسافه زادت الشده.
ايوه.